في هذا الفيديو أريد إيضاح فكرتين سنتحدث عنهما غالبا ولكنهما مبهمتين في كلامنا العامي، وهي مفهوم الكتلة والوزن، الكتلة ماس والوزن ويت. سأخبركم عنهما ثم سنوضح لماذا يخلط الناس بينهما. الكتلة هي هناك عدة طرق لتفسير الكتلة، واحدة من هذه الطرق، هذا ليس التعريف التقني ولكنك ستتمكن من استيعاب المفهوم بالمنطق، كمية المادة الموجودة في الجسم. فهذا مشابه لقول المادة، لنفرض أن لدي جزيئات أكثر من كتلة ما، سيكون لدي مجموع كتل أكثر، إذا كان لدي ذرات أكثر سيكون لدي كتلة أكبر. كم من المادة توجد في الجسم؟ وأريد أن أكون حذرة مع هذا التعريف، لأن هناك أمور أخرى ليست مرتبطة بالمادة، ولا أريد الخوض في الفيزياء المتقدمة. لذا فإن طريقة أخرى لتعريف الكتلة هي كيف يتفاعل جسم ما مع قوة معينة. إذا كان لديك قوة ما ولديك كتلة أكبر سيكون تسارعها أقل، إذا كان لديك كتلة أقل سيكون تسارعها أكبر. لذا كيف يستجيب شيء للقوة لقوة ما؟ جسم بكتلة أقل سيتسارع أكثر بتأثير قوة ما، وجسم بكتلة أكبر سيتسارع أقل. الآن الوزن هو قوة الجذب لكتلة الجسم، force of gravity on an object، force of gravity on an object هو قوة الجذب لكتلة الجسم. لنفكر في الأمر، الفرق هنا، لنقل أنني أجلس هنا على الأرض، إذا كنت على الأرض وكانت كتلتي 70 كيلوغرام، دعوني أستخدم لونا آخر، كتلتي 70 كيلوغرام، هناك 70 كيلوغرام من المادة التي تمثل جسمي، ولكن وزني ليس 70 كيلوغرام. هنا يمكن الخطأ في كلام العامة، يقولون 70 كيلوغرام الوزن، وهذا صحيح عند الحديث بشكل عام ولكنه ليس صحيحا بالمفهوم الفيزيائي، لأن الوزن هو قوة الجذب، جذب الأرض على كتلتي. لذا فإن الوزن سيكون عبارة عن تسارع. تسارع الجاذبية الأرضية. من الأفضل أن تشاهد فيديو الجاذبية لتفهم التالي بصورة أفضل. قوة الجذب بين جسمين، قوة الجاذبية بين جسمين ستكون جي كابيتال أو جي كبيرة، وهي تساوي ثابت الجاذبية الكوني مضروبا في كتلة الجسم الأول. في كتلة الجسم الأول ضرب كتلة الجسم الثاني مقسوما على مربع المسافة بين الجسمين. وإذا كنت على الأرض، إذا أخذت كل هذه المادة هنا، لنقل أن هذه كتلة الأرض، وهذا البعد من مركز الأرض إلى السطح، لأنني أقف هنا، البعد من مركز الأرض إلى السطح distance from center to surface to surface، كل هذه الأمور هنا تبسط إلى ما نسميه جي صغيرة، وهي سأقربها هنا فقط
وهي 9.8 متر لكل ثانية تربيع، قوة الجاذبية لجسم قريب من سطح الأرض ستكون مساوية للقيمة هذه مضروبة في الكتلة. لذا فإن وزني على سطح الأرض هو 9.8 متر لكل ثانية تربيع، مضروبا في الكتلة أي ضرب 70 كيلوغرام. وستكون النتيجة لنحسبها بالآلة الحاسبة 9.8 ضرب 70، وسنحصل على 686، والوحدات ستكون كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع، وهذه هي نفسها وحدة نيوتن. هذه وحدة نيوتن. وزني سيكون، ولن تسمع هذا الكلام أبدا من العامة، وزني على سطح الأرض هو 686 نيوتن. ولاحظ أني قلت وزني على سطح الأرض، لأن الوزن هو قوة الجاذبية على جسم ما أو على كتلة ما. لذا إذا ذهبت إلى مكان آخر للقمر مثلا، وزني سيتغير ولكن كتلتي ستبقى كما هي. هذا وزني على الأرض. إذا أردت حساب وزني على القمر، بحثت عن هذه قبل تصوير الفيديو، ولكني علمت أن قوة الجاذبية على القمر أو الجاذبية على سطح القمر هو حوالي سدس جاذبية الأرض. لذا فإن وزني على القمر سيكون تقريبا سدس وزني على الأرض. إذا ضربناه في 686 نيوتن سنحصل على 114. سأستخدم الآلة لأتأكد من ذلك. لقد أصبت. نعم، 114 تقريبا، 114 نيوتن. هذا ما أريد التأكيد عليه. الوزن هو قوة ناتجة من الجاذبية على جسم ما، ووزنك يتغير من كوكب لآخر. وزنك قد يتغير بالفعل إذا ذهبت إلى مكان مرتفع، لأنك تبتعد قليلا عن مركز الأرض، وسيتغير وزنك بكمية طفيفة جدا في الحقيقة، لأن الأرض ليست كروية تماما، شبه كروية. الأرض شبه كروية. وزنك في الحقيقة مختلف قليلا في أجزاء مختلفة من الأرض، فإذا ذهبت إلى الأقطاب أو خط الاستواء سيكون وزنك مختلفا قليلا، وكتلتك لا تتغير، لا يهم أين تذهب، بافتراض أن جسمك يمر بتفاعلات نووية، كتلتك لا تتغير بتغير مكانك. Does not change. قد تقول لي أنا لا أتعامل بالكيلوغرام ونيوتن، في أمريكا مثلا يستخدمون الباوند.
هل نستطيع استخدام الباوند؟ نعم، الباوند وحدة لقياس الوزن. إذا قلت أنني أزن 160 باوندا، فهذا بتأكيد وزني. أنا أقول أن قوة جذب الأرض لجسمي هي 160 باوندا، ولكن عندها قد تتساءل ما هي الكتلة إذن؟ إذا كنت تتحدث عن النظام الإنجليزي أو مسمى النظام البريطاني، وهنا سأقدم لك مبدأ يلاحظه القليل من الناس، مبدأ جيد. وحدة الكتلة، لنتحدث بشكل واضح، في النظام البريطاني وحدة الكتلة هي slug، أي الكتلة تدعى وحدة الكتلة تدعى slug. فإذا أردت أن تعرف كم slug يحتوي جسمك، وزنك 160 باوندا، سيكون هذا مساويا ل إذا كنت تستخدم وحدة النظام البريطاني، قوة الجاذبية على سطح الأرض بالوحدات، بدلا من 9.8 متر لكل ثانية تربيع، ستحصل على 32 قدم لكل ثانية تربيع، وهي أيضا تسارع الجاذبية على سطح الأرض بوحدة القدم والثانية. نضربها في كتلتك بالسلاج، لمعرفة كتلتك سنقسم الطرفين على 32 قدم لكل ثانية تربيع. لنقسم على 32 قدم لكل ثانية تربيع، ولنستخدم الآلة الحاسبة. 160 باوندا تقسيم 32 قدم لكل ثانية تربيع، سأحصل على 5، والوحدة هي في البسط لدي باوند، وقسمنا على قدم لكل ثانية تربيع، هذا يعادل الضرب في ثانية تربيع لكل قدم، وتكون الوحدة 5 باوند ثانية تربيع لكل قدم، وهي وحدة سلاج. لذا إذا كنت أزن 160 باوندا، ستكون كتلتي 5 سلاج. إذا كانت كتلتي وإذا كانت كتلتي 70 كيلوغرام، فإن وزني سيكون 686 نيوتن. كل أمل بأن يكون شرحي كان واضحاً.